بسم الله الرحمن الرحيم. سنة عظيمة جدا تجعلك تخرج من ذنوبك كما تخرج الحية من سلخها. روى الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي في كتابه العظيم الدر المنثور في التفسير بالمأثور في الفضائل العظيمة لقراءة سورة الإخلاص: من صلى ركعتين فقرأ في الركعة الأولى الكافرون وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد، خرج من ذنوبه كما تخرج الحية من سلخها. عارفين الحية لما تخرج من لما الحية بتغير جلدها، يعني يغفر لك كل الذنوب، يغفر لك كل الذنوب. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ، كان يفعل هذه السنة، كان يقرأ الكافرون والإخلاص في سنة الفجر وفي سنة المغرب. يبقى نفعل كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، لما تخش تحية المسجد يقرأ برضه في الركعة الأولى الكافرون، في الركعة الثانية الإخلاص. لما تقوم بالليل عشان تصلي قيام الليل وتفتتح صلاتك بركعتين خفيفتين، اقرا برضو الكافرون وتاني سوره الاخلاص. لما تيجي تتصدق على واحد بركعتين عشان تديله صلاه الجماعه في المسجد، اقرا الكافرون والاخلاص. يبقى اذا انتهز الفرصه، ويا ريت تقرا الاخلاص 3 مرات مش مره واحده عشان تاخد اجر قراءه القران كامله. فضلا عن الفضل الثواب العظيم جدا، اولا تاخد براءه من الشرك، لان سوره الكافرون تاخد فيها براءه من الشرك، تضمن الجنه، يحبك الله سبحانه وتعالى، تغفر ذنوبك، المراتب لا تحصى. فيا ريت تنتهز الفرصه، كل ما تلاقي فرصه تصلي ركعتين، سواء في قيام الليل، سواء في تحيه المسجد، اساسي في سنه الفجر وسنه المغرب اساسي، تقرا الكافرون وتتصدق على واحد بركعتين. اهم حاجه استحضار نيه مغفره الذنوب، وانك تخرج من ذنوبك كما تخرج الحيه من سلخها. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.